من عظمة الإسلام إنه وسط. قضايا كتير شفناها نلاقي إن الإسلام دايما دين وسطي فيها. فمن الأخلاق المهمة اللي دعا لها الإسلام إننا ما نسرفش وفي نفس الوقت ما نمسكش جامد، يعني دعا للوسطية. وبالتالي نهانا عن حاجة مهمة جدا ألا وهي الإسراف، واللي خلينا نعرف إنها من الصفات اللي لازم نديلها أهمية. إن ربنا عز وجل في سورة الفرقان قال وعباد الرحمن، خص عباد معينين باسم الرحمن من أسمائه، وده تشريف وتعظيم للعباد دول. بعدها على طول بدأ يعدد الصفات اللي المفروض تبقى موجودة في عباد الرحمن، فكان من ضمن الصفات دي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حلقتنا النهاردة عن الإسراف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. للأسف رمضان بالتحديد في غلطة شنيعة بنعملها. حتى رمضان معروف عندنا بموسم الأكلات والحلويات وحاجات كتير كده، يعني نبقى طول النهار صايمين ونيجي على الفطار كده نفاجئ المعدة بكمية أكل رهيبة، ولا طبقنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال في مجرد لقيمات، ولا حتى خلينا ثلث لطعامه ولا ثلث لشرابه ولا ثلث لنفسه. طيب نقطة ثلث لطعامه دي، لو انا عاوز اشوف نسبة تقريبية كده، عايز اشوف يعني هل انا حققت دي ولا لا ازاي؟ لما تلاقي نفسك بعد الاكل مش قادر تتحرك، او لما تركع مثلا تبقى خلاص الدنيا بتخبط عندك، ويا عيني بقى لما تسجد بس خلاص انا مش قايم من السجود، فمعنى كده ان انت ما حققتش المقولة دي وانت اسرفت في الاكل. طيب انا عندي فكرة، ما تيجي نجيبها من البداية، يعني ايه اسراف؟ وهل الاسراف هو التبذير ولا في فرق بينهم؟ صل على النبي. الاسراف هو الانفاق الزائد عن الحد في الحلال. يعني لو رجعنا للآية اللي قلناها ربنا عز وجل بيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، فالاكل والشرب دي حاجات في الحلال، يبقى الاسراف في الحلال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عدى على سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو بيتوضى فقال له ما هذا السرف يا سعد، فرد عليه سعد قال له يا رسول الله افي الوضوء سرف؟ انا بتوضى، هو انا بعمل حاجه حرام؟ فقال له نعم، وان كنت على نهر جار، حتى لو بتتوضى من نهر كبير فاستخدم الكم الطبيعي اللي اي انسان ممكن يستخدمه في الوضوء. ده ببساطه الاسراف. انما التبذير هو الانفاق على الحرام حتى ولو قليل. والدليل ربنا عز وجل في سورة الإسراء بيقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فمعنى كده أن التبذير متعلق بحاجة حرام، وشبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. ليه ربنا عز وجل شبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين؟ لأن المبذر ببساطة جدا ما شكرش نعمة ربنا، كفر بيها. لأنه لو شكر نعمة ربنا كان استخدم الفلوس والحاجات دي في الحلال. ومين زعيم الكفار بنعم ربنا عز وجل؟ هو ابليس. وكان الشيطان لربه كفورا، وبالتالي المبذر ده من اتباع ابليس اخوان الشياطين. نرجع تاني للاسراف. علشان تطبق مفهوم ان مفيش اسراف يبقى اصرف وكل واشرب والبس بس من غير زياده عن الحد، يعني على قدك، ما تزيدش على اللي انت محتاجه، او ما تعملش حاجه لمجرد ان انت بتتكبر او تتباهى على الناس او مجرد وجهه ليك. من مظاهر الاسراف انك تبني بيت في كل حته مش بتسكنه ولا بتستثمر فيه، سايبه للزمن. ممكن تروح المكان ده فتحتاج بيت تقعد فيه، وتفضل البيوت دي سنين ما بتستخدمهاش ولا بتقرب ليها. ده من الاسراف اللي ربنا عز وجل نهانا عنه، وهتتحاسب على الحاجات دي يوم القيامه. ومن مظاهر الاسراف كمان انك تشتري لبس كتير جدا، على طول تشتري لبس، وممكن تفضل فترات طويله اساسا مش بتلبسه ولا محتاج ولا بتفكر فيه. بتابع دايما الموضه، حاجات ممكن تتجاب فما تتلبسش اساسا علشان في حاجه اجدد منها نزلت على طول. ده من الاسراف اللي ربنا عز وجل برضه نهانا عنه. وبالتالي عود نفسك لو بتشتري لبس كتير كل قطعه تشتريها طلع مكانها واحده صدقه، وتعود دايما تشتري اللي يناسبك بس في كل حاجه. ابعد عن المظاهر الخداعه، ابعد عن التقاليد اللي بتحصل في المجتمع والحاجات اللي لازم تجيبها علشان ده المنتشر ولا علشان ده واجهه اجتماعيه ولا علشان الناس ما تاكلش وشي ولا ما يبقاش احسن من ده ولا من ده ولا علشان شكلنا ما يبقاش وحش قدام الناس. كل الحاجات دي ملهاش اي قيمه في اي ميزان، والاكتر ان الحاجه دي ممكن تكلفك ديون باقساط رهيبه، الحاجات دي تكسر ظهرك سنين وممكن طول عمرك. وفي ناس بتموت
تموت او تنتحر بسبب الحاجات دي، والدين هم وغم ومذلة. فليه كل ده والعملية كمان مش متسابة لينا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدين لو كان في حالة ترفيهية، قال ان مسألة الدين دي لا تتم الا للفقر المدقع. مش انا بستلف علشان ابقى واجهة اجتماعية، ولا علشان نجيب النيشن اللي ما ينفعش الجوازة تتم من غيره. ما استلفش علشان اعمل حاجات ترفيهية زايدة عن الحاجة، وتلاقي نفسك في الاخر مديون بشكل كبير جدا، وكل ده يجي في النهاية على حساب الضروريات، اكل شرب لبس وتعليم وغيره وغيره. في الجواز بلاش اسراف، مش لازم النيش، مش لازم اي حاجة وجودها مش مهم ولا ضروري. الناس والله مش هتاكل وشك، او ممكن نستبدلها بحاجة تأدي نفس المهمة بس ارخص. يعني المهم تشتروا الضروريات بس، لان غير كده اسراف، وده ما يرضيش ربنا عز وجل. فيسروا في الجواز، الله يكرمكم علشان ربنا ييسر عليكم. الإسراف مش من صفات المؤمن، وإذا كان ربنا عز وجل نهانا عن الإسراف في الحاجات المباحة اللي هي متاح لنا إننا نعملها، فالنهي أكتر وأكتر عن التبذير وإنك تصرف فلوسك في أي حاجة حرام ولو قليلة. اوعى الإسراف واوعى التبذير، إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ربنا يبعدنا عن الإسراف والتبذير ويجعلنا من عباده الصالحين، اللهم آمين. سلام عليكم.